طبعا يعني المراهقة مثل ما تفضلتي هي مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد، بيمر فيها الفرد في حياته مرحلة حرجة لأنها بتتسم بالكثير من التغيرات، في تغيرات فسيولوجية، في تغيرات نفسية، في تغيرات اجتماعية. فهذه التغيرات الكثيرة المتسارعة اللي بتطرأ على حياة المراهق صراحة يعني ممكن تكون شوية صعبة. أبرز هذه التغيرات خليني أقول من الناحية الاجتماعية واللي لها علاقة بموضوعنا اليوم، المراهق دائما عنده رغبة في تأكيد الذات، المراهق يبغى يثبت شخصيته، يحب المغامرة وخوض التجارب الجديدة، يحب الاستقلالية ويميل للعزلة، وفي نفس الوقت يميل لكسر الروتين.